عندما يترك الخبز في مكان رطب بعيداً عن الشمس، تتسلل الفطور إليه جعلة منه موطناً وموئلاً لها، متسببة بإفساده. يظهر فطر عفن الخبز على شكل خيوط فطرية رقيقة جداً، بيضاء، تتحول تدريجياً إلى بقع زرقاء مائلة للخضرة، لا تلبس أن تتحول إلى اللون الأسود الرمادي، إذ يتغير اللون تبعاً لاختلاف ظروف النمو واختلاف نمط التكاثر في دورة حياة الفطر. يتألف فطر عفن الخبز من خيوط فطرية متشابكة غير مقسمة بحواجز تحوي هيولة ونوى واحد إن، يصدر عنها حوامل الأكياس البوغية التي تنتهي بأكياس بوغية مليئة بالأبواغ. لفطر عفن الخبز نمطان من التكاثر، الأول لا جنسي، يتم عند وفرة الغذاء وتوافر الشروط البيئية المناسبة، حيث تنمو البوغة معطية خيطا فطريا جديدا يبرز عنه حاملا لكيس بوغي تتشكل بداخله أبواغا عديدة صيغتها الصبغية واحد إن نتجت عن انقسامات خيطية. لا يلبس الكيس بعدها أن ينفجر محررا تلك الأبواغ التي ستنتش من جديد، فيحقق التكاثر اللاجنسي بذلك زيادة عددية سريعة. لكن إذا ما قارب الغذاء على النفاذ وتحولت الظروف فلم تعد ملائمة، فإن الفطر يلجأ إلى نمط آخر من التكاثر، هو التكاثر الجنسي بغية الحفاظ على بقائه ووجوده، فيتجاور خيطان فطريان مختلفان وراثياً، صيغة كل منهما واحد إن، أحدهما موجب والآخر سالب، ينمو لكل منهما بروزاً جانبياً منتفخاً يدعى طليعة الكيس العروسي، يحوي نواً وهيولة. تتحول طليعة الكيس العروسي إلى كيس عروسي بعد تشكل حاجز عرضي يفصلها عن باقي الخيط. بعدها يتم اندماج الكيسين العروسين عبر زوال الجدر الفاصلة بينهما في موضع التلامس، ويحصل الإلقاح بالاندماج النووي، حيث تندمج كل نواة سالبة واحد إن مع نواة موجبة واحد إن، مشكلة بيضة ملقحة عديدة النوى 2 إن، محاطة بغلاف أسود ثخين مقاوم للظروف غير المناسبة. عند تحسن الظروف البيئية المحيطة يطرأ على نوى البيضة الملقحة انقساما منصفا، وتنتج البيضة معطية حامل الكيس البوغي الذي يعطي أبواغ جنسية واحد إن ناتجة عن الانقسام المنصف. تنتج تلك الأبواغ الجنسية معطية خيوطا فطرية موجبة وأخرى سالبة، لا تلبس أن تتكاثر لا جنسيا لتحسن الظروف البيئية، معطية أبواغ لا جنسية ناتجة عن انقسامات خيطية معيدة الكرة من جديد.